تسيطر، عايز تتغير، عندك في قواعد تذاكرها عددهم 30. قواعد السيطرة 30، قواعد السيطرة 30 دلوقتي. قواعد السيطرة 30 مع مفيدة شيحة على نغم اف ام. اهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات قواعد السيطرة 30. النهاردة الحلقة بتاعتنا والقواعد عن ازاي نقدر نسيطر، ان محدش يقدر يخدعنا. كلنا بناخد مقالب في الناس، واللي بنفتكره موسى بيطلع فرعون، واللي بنفتكره محترم وإنسان كويس بيطلع شخص سيء وأخلاقه رديئة. كلنا بيبقى نفسنا لو ما ننخدعش في البشر، وإن إحنا نعرف نقرأ الناس كويس، ولو نقدر نفهم اللي قدامنا يبقى يا السلام. إن في ناس ربنا مديها الموهبة دي بجد، وقادر بجد يفهم اللي قدامه ويفهم معدن الناس دي. تقدر تقول كده عليه خبير فرز، يعرف البني آدم اللي قدامه الكويس من الوحش، الشخص الحقيقي من الشخص اللي بيمثل أو بيدعي حاجة هو مش فيه. برضو عشان نبقى عارفين، دي مش حاجة سهلة أبداً، ومش ممكن تبقى موجودة كده تلقائي، ومحتاجة تدريب وقواعد معينة لازم نعرفها عشان نقدر نسيطر على نفسنا وعلى علاقتنا بالناس. الحاجة الأهم إن دي حاجة بتيجي بالخبرة والتجارب. أو والله أنت لازم تكون شخص بيتعلم من أخطائه على فكرة، عشان تقدر تميز بين الناس وبعضها، وتقدر تعرف معدن الشخص اللي قدامك. حاجات كتير ممكن تكشفها، لكن انت لازم تكون منتبه للإشارات دي، وتعرف تربط الحاجات ببعضها. وبرضو لازم تعرف ان مفيش حد ما بينخدعش. كلنا بنحتاج وقت عشان نكشف الناس على حقيقتها، يمكن تعدي سنين قبل ما نكتشف حقيقة الشخص اللي قدامك. بس في نوع خطير، نوع بيمثل مبين حقيقة غير حقيقته. في ناس كدابة باقتدار، خبراء في الرسم والتمثيل والكذب. من بين الحاجات اللي قريتها قريب ولقيت ان ينفع تبقى قواعد لينا كلنا نقدر نميز بيها ما بين الشخص الحقيقي والشخص المزيف، اول حاجه اقولها لكم، الشخص الحقيقي اللي معدنه كويس مستحيل مستحيل يوعد ويخلف، وبيسعى دايما باي طريقه علشان يحافظ على وعده، واي حاجه قالها هيعملها، وبيبقى بيعملها وعمره ما يرجع في كلامه او يخون. انما الشخص المزيف ايه بقى؟ أبسط حاجة يعملها إنه يرجع في كلامه، ويلاقي لنفسه مليون وواحد عذر عشان يتهرب من أي حاجة. الشخص المزيف اللي مش كويس هتلاقيه دايماً بينتقد الآخرين، يعني لو مدير في الشغل تلاقيه همه بس يحمل الغلط على حد من الموظفين، ودايماً تلاقي كل أخطائه يحملها على حواليه. لكن الشخص الحقيقي تلاقيه بيلوم نفسه، بيعترف بأخطائه، ومش ممكن ينتقد الناس اللي حواليه، بالعكس ده ممكن كمان يشجعهم ويسندهم. الشخص المزيف هتلاقيه ذوقه ظريف، والله العظيم هتلاقيه ذوقه ظريف، بس لما يكون عايز منك حاجة. لكن الشخص الحقيقي دايما ذوق ودايما لطيف. الشخص المزيف هتلاقيه بيعامل الناس اللي فوقيه أفضل ما بيعامل الناس اللي تحتيه. يعني إيه؟ يعني هتلاقي دايما بيسعى إنه يصاحب الناس اللي ليه عندهم مصلحة واللي ممكن يستفيد منهم. أما بقى الشخص الحقيقي فهو بيبقى كويس مع كل الناس، سواء ناس أقل منه أو أكبر منه، سواء ناس عنده ليه مصلحة أو ملوش مصلحة. الشخص المزيف اللي أخلاقه مش عالية هتلاقيه بيستغل كل الناس اللي حواليه، وما بيحسش حتى بتأنيب الضمير، حاجة مفقودة عنده. هو كده دايما عايز يقلب الناس في أي حاجة، بيحاول يستفيد منهم على قد ما يقدر، يعني تلاقيه دايما عايز يطلع بأي حاجة حتى لو في سندويتش أو عزومة. دايما هنسمع على لسانه كلمة هاتلي أو عايز، وبالذات لو كان في سلطة أعلى منك، ده بيبقى مستغل جدا جدا، وطلباته ما بتخلص. ما عندوش مانع انه يستغل اي نقطة ضعف ويضرب فيها. الشخص الحقيقي بقى مش ممكن يستغل حد، ومش ممكن يقبل انه ياخد حاجة على حساب حد. اما الشخص المزيف بسم الله ما شاء الله، هتلاقيه دايما بيحاول يلفت الانتباه ويبان انه حاجة عظيمة وانه هو قوي، وبيتكلم عن نفسه واخلاقه العالية كتير 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 كتير. أما الشخص الحقيقي فهو مش محتاج يثبت حاجة لحد، وما بيحاولش يلفت الانتباه. الشخص المزيف ما بيقولش رأيه. خد بالك كده، في أي قاعدة هتلاقي واحد في واحد في القاعدة دي ما بيقولش رأيه على طول، لأنه خايف لا يكون رأيه عكس اللي قاعدين، فبيقول دايما إيه، يستعمل كلمة
قالوا، الناس بتقول، أصل ده وجهة نظرهم، لكن عمره ما بيتكلم عن وجهة نظره. لكن الشخص الحقيقي بقى هو اللي بيقول ده رأيي وأنا مسؤول عنه. عرفتوا بقى إيه هي القواعد اللي نقدر فيها نكتشف الناس وما ننخدعش فيهم؟ أتمنى أن يكونوا استفدتوا. أشوفكم بكرة وحلقة جديدة من قواعد السيطرة 30. قواعد السيطرة 30. قواعد السيطرة 30. قواعد السيطرة 30 مع مفيدة شيحة على نغم FM.